انا لا انا مش انا انا بالنسبه لي برضه عشان خاطر تبقى انت عارف في الصوره، انا بالنسبه لي حته لازم لاعب النادي الاهلي ولاعب نادي الزمالك يبقى طول الوقت هو مركز في الوقت اللي يلعب فيه. مثال حسام حسن لعب النهارده وبدا، الناس كلها كانت بتطالب احنا كابتن معاك، انا راجل مقتنع بموسيماني، احنا بنقيم كابتن عادل لما بيجي يتكلم بيقيم ماتش النهارده، احنا بنتكلم على ماتش النهارده، انا شايف موسيماني اي حد. لا الاول كلمني في موضوع حسام. ما انا جاي لك، ما انا هكمل عشان خاطر اجي لك على حسام حسن. هل موسيماني بيحب ويكره؟ اتقال ان هو ما بيحبش حسام حسن، فبالتالي حسام حسن لما بيلعب عنده مشكله كبيره جدا ان هو بيتنرفز بسرعه، لو ما لعبش بيخرج بره نطاق التركيز بتاعه، فبالتالي انت شايف ان هو عيب لعيب ولا المفروض المدرب لما يكون انا يا كابتن انا عندي قناعه، انا اللعيب محتاج المدرب يحط انا يا كابتن انا كنت موجود في نادي الزمالك، كنت بقعد اربع شهور واجي العب ابقى كويس. بتختلف شخصيه عن شخصيه، تبقى بالظبط بتختلف شخصيه عن شخصيه، الناس كلها بشخصيتك. ما انا بتكلم في كده، ممكن كل لعيب شخصيه المدافع زي شخصيه المهاجم مع كامل احترامي ليك يا دكتور. لا وشخصيه لعيب المدافع برضه في الاول وفي الاخر هو بيعمل تاكلينج بيعمل حاجه لكن المهاجم ده هو عليه حمل الفرقه كلها، هو لازم يكسب الفرقه. طيب هنيجي نتكلم، هو راجل ما عندوش الناس راجل ما عندوش 10 ماتشات مع النادي الاهلي النهارده، لازم الناس النهارده الناس كلها بتنتقد موسيماني. طب هو موسيماني دلوقتي فاشل يا جماعه؟ مش موضوع فشل، هو انا عايز اعرف برضه لازم هو فاشل يبقى فاشل يا دكتور؟ لا هو انتقاده بالنسبه لي الانتقاد الحقيقي لموسيماني في تصريحاته، تصريحاته دي بتضر اوضه اللبس، كون ان هو اللعيب اللي مدرب. ممكن اسالك سؤال بس؟ معلش. تمام، التصريحات طبعا فيها انتقاد غلط. انت راجل دلوقتي مدافع صح؟ هكلمك في حتتك. تمام. مش لما كنت بتشتغل مع مدربين كويسين كان بيعلمك ازاي ان انت في بدايه الهجمه مثلا ان انا راجل مثلا ان انا العب الكره بين الخطوط، ان انا راجل مثلا الناس بتتحرك قدام بشيلها لهم؟ هل انت شفت الكلام ده النهارده من السنتر باكين بتوع الاهلي؟ لا انا مش. طيب. النهارده كده يبقى مفيش، يبقى النهارده الاداء سيء.